السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا عم حسن، هات لنا الطلبات دي بس للدكتور العدوى. من عينيا يا بهروز. المهم طمني، انت عامل ايه مع الدكتور؟ لا الحمد لله يا عم حسن، الراجل طيب قوي وكريم. والدكتور هيفتح عياده هنا في الحاره ولا ايه؟ امال ايه، ده جاي من بلاد بره. والله فيه الخير، ده بيرقف بحال الناس اهو. يرقف بحال مين يا عم ابراهيم؟ ده بيجر رجل الزباين في الاول بس، وبعد كده ياخد اللي هو عايزه في الفيزيتا. ده جاي من بلاد بره، مش سهل. متهيالي والله اعلم ده بتاع كله. بتاع كله يعني ايه؟ هو بتاع خضار؟ ده دكتور، ده جاي من بلاد بره وبيكلم انجليزي، يعني بتاع كله. برضه هيقول لي بتاع كله. اسكت اسكت، انت ما تعرفش حاجه. طب وانت مزعل نفسك ليه يا ابراهيم؟ ما بكره نعرف كل حاجه. هو في حاجه اسمها دكتور بتاع كله؟ ازاي ما عصبش نفسي؟ امال انت شغال معاه ازاي يا بهروز؟ وانا مال انا؟ هو انا اللي هكشف على العيانين ولا هو؟ انا كل اللي عليا اطبخ له واحضر له اكله وخلاص. الله، هو الدكتور مراته مش معاه بهروزي؟ لا، الدكتور عازب وعايش لوحده. ايه ده يا بوجي؟ مين غرق هدومك كده؟ ده دي السمكة الكبيرة اللي كنا هنصطادها احنا وزيك، وقعتنا احنا التلاتة في المية. بجد؟ طب فين هي يا بوجي السمكة دي؟ علشان احطها تلعب مع كيكي. للأسف وقعتنا وهربت من الصنار. سمكة ايه دي يا بوجي اللي توقعكوا انتوا التلاتة؟ دي لازم سمكة القرش. طمطم من فضلك لو سمحتي، انا مش ناقص. يا بوجي يا حبيبي، انت عاوز تقنعني ان سمكة عادية توقعك انت وزيكو وزيكا في المية؟ طب انتي مقتنعة يا طماطم؟ لا طبعا مش مقتنعة خالص خالص. بقولك ايه بقى، اهو اللي حصل. وبعدين انا ما شفتش السمكة علشان اقولك اذا كانت عادية بقى ولا مش عادية. يا بوجي يا حبيبي، انا خايفة عليك، وكانوا المفروض انتوا التلاتة تخافوا على بعض مش توقعوا بعض في المية. يوه، ما انا قلتلك يا طمطم السمكة الكبيرة هي السبب. احنا مالنا احنا بقى؟ الله، اوعى تمد ايدك على الاكل قبل ما زيكو يجي وكلنا نقعد على الصفر. اي حاجة تصبيرة بس يا طنط. عيب 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 يا زيكا. زيكو يا زيكو. ماليش نفسي يا طنط. تعال يا زيكو، تعال كل على قد نفسك. ما تيجي يا سي زيكو وتخلصنا، انا هموت من الجوع، عايز اكل. الله، تعال تعال يا زيكو، اقعد يا حبيبي. اكل يا طنط. كل يا زيكو، كل. تعالي هنا جنبي يا زيزي. ما قلتليش يا طنط شفيقه، ايه رايك في مشروع المشتل اللي انا عاوز اعمله؟ طب بذمتك يا طنط شفيقه، مشروع النت افضل ولا مشروع المشتل؟ النت مشروع مربح جدا يا زيكو. ومفيش في دماغك غير الفلوس يا زيكا، ده انت غريب جدا. امال هو الواحد بيعمل مشروع ليه؟ عشان يخسر يا فالح يا بتاع الفلاح انت؟ الفلوس مش كل حاجه، المهم الحاجة اللي أنا مقتنع بيها، وأنا مقتنع بالمشتل. بس المهم كل واحد يدرس مشروعه كويس ويعمل دراسة جدوى. بس المشكلة في المكان. صور كل واحد يعمل اللي عليه ويستعد كويس، وبعدين نشوف البكاء. ازيك يا استاذ عمرو؟ انا زيكا، انا جيت زي ما اتفقت مع حضرتك. يا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا زيكا. متشكر. بسم الله ما شاء الله، المكان كبير قوي. اظن تكلفه مكان زي ده بالنسبه لي هتبقى كبيره جدا. مش لازم يكون المكان كبير في البدايه يا استاذ زيكا. كويس. طيب عدد الاجهزه اللي ممكن ابدا بيها المشروع؟ ممكن تبدا بجهاز او اتنين انت وامكانياتك. أنا عن نفسي لما جيت بدأت صغير. الأجهزة دي كلها ما جاتش مرة واحدة يا زيكا. يعني أنا ممكن أبدأ المشروع بجهاز أو اتنين؟ طبعا. عشان المشروع ينجح مفروض أعمل إيه؟ أهم حاجة تتعلم كمبيوتر كويس، كويس جدا.
طيب ليه كده يا خالتي شلباية؟ مش حرام؟ ده شوية طماطم وخضار بايظين ومحدش يرضى يشتريهم. أنا مش بتكلم على كده، أنا بتكلم ليه ترميه هنا وتلوثي المكان؟ يعني هو أنا اللي برمي الزبالة هنا لوحدي؟ ما كل الحارة بترمي. لا ما يصحش نعمل كده، لأن ده مش مكان للزبالة. لا بس دي خرابة وما تخصش حد. المكان ده موجود في الحارة، يعني يخصنا كلنا ولازم نحافظ عليه. على الأقل ما نحولوش لمقلب زبالة. ما تحبكاش قوي كده يا طمطم، يعني هنودي الزبالة فين؟ الزبالة تتحط في مكان الزبالة وفي ناس بتشيلها، إنما هنا محدش هيشيلها وتلم الحشرات وتبقى مصدر للعدوى والأمراض لينا. بقى كل ده عشان رميشة خضار في الخرابة. فكرت في الخطة ولا لسه؟ احنا بنفكر مش كده يا ابو صباح؟ فكرنا احنا بنفكر. طب يلا خلصوني مفيش وقت. ماشي يا ابو بيه، بس لو يعني كده يعني ويبقى يعني ولا ايه يا ابو صباح؟ ماشي قول ولا اقول على طول. يعني لو يا ابو بيه نفكر مع بعض يعني وكده يعني. ببساطة احنا عايزين خطة للعملية الجديدة. فيها صعوبة دي؟ لا دي سهلة خالص وعشر خطط كمان، بس المهم الأول ناكل في أول الخطة وفي نص الخطة وآخر الخطة عشان كده تبقى خطة مية مية. الأكل ده مفيد جدا جدا جدا. مش انتوا زهقتوني وأنا هبتدي أغضب؟ لا كل اللي غضبك يا بيه هو أن تشرك من العشرة اللي ماتوا في غضبك اللي فات. الله يرحمهم، خمسة ماتوا من خوف وخمسة ماتوا بطلقة واحدة. شعوري كويس، كل واحد يعرف دوره في الخطة الجديدة. تحت أمرك يا أبي. أنت يا مصباع في المقدمة، تقتحم وتهجم، بس أهم حاجة الدقة والإتقان. بعد إذنك يا أبي، لو فايل اللي تأدب وسأى مني قول وخلص. نعم. أنا وأبو صباع هنقتحم ونكون في المقدمة، وأنت هتبقى فين؟ لا أنا هبقى مستنيكوا في مكان آمن عشان لو حصلت كبسة واتقفشتوا أبقى أنا في الأمان. حد عنده اعتراض؟ اعتراض؟ اعتراض ده إيه؟ محدش معترض على حاجة. خلاص اتفضلوا نفذوا من غير ولا كلمة. مش عايز أي تهاون. لو حصل أي حاجة قولوا على نفسكوا يا رحمن يا رحيم. ياه دي فوائد كتيرة قوي ولسه كتير كمان. ياه طبعا الخلة بتدخل في صناعة الدواء وبتعالج القلب والكبد والكلى. دي فوائد كتيرة قوي. اطبعي ولا اقولك استني ادخلي على نبات تاني وبعدين نبقى نطبع في الاخر. ماشي يا سيدي. تدخل على ايه؟ مش عارف. اقولك احنا يعني نعرفهم كلهم كده ونشوف ايه الافيد منهم واللي ممكن نزرعه عندنا في المشتل. صح؟ بس كده هتاخد وقت كتير على ما تعرف كل الحاجات دي. وماله لما اخد وقت في التحضير والاعداد عشان ابدا صح ولا استعجل يعني وابدا غلط؟ لا طبعا خد وقت براحتك ونبتدي صح. ايوه جاي. احلى شاي لاحلى باشا في الخمسينة. عموما يا باشا انا في الخدمه وتحت امرك ومسيرك برضو تحتاج لموزه. انت واثق من نفسك قوي كده ليه؟ ما انت عارف يا باشا انا ابو المفهوميه والملغيه مسؤوليه ومفيش حاجه تستعص عليا. بس اللي انا عايزه انت مش هتقدر عليه. طب ما تجربني كده يا باشا، جربني. وعلى راي المثل المايه تكدب الغطاس. اوكي. تسمع عن قصر الدفتر دار؟ قصر الدفتر دار موزه، لو عرفت فين قصر الدفتر دار ليك عندي حلاوه، حلاوه كبيره قوي موزه. قصر الدفتر دار. الراجل الغريب ده بقاله كام يوم يجي يقعد في القهوه لوحده، ما بيتكلمش مع حد من اهل الحاره. انا كمان واخده بالي منه. يا ترى وراه ايه؟ وهو شكله غريب زي العصابات اللي بيطلعوا في المسلسلات. الحاره اليومين دول بيدخلها ناس غريبه وشكلها غريب،
ربنا يستر وما يجيش من وراهم مصيبة. لقيتها لقيتها يا فرج الله، بجد لقيتها يا بابي. هي ايه اللي لقيتها يا بابي؟ العملية الجديدة اللي حننفذها الليلة. ألف بركة يا بابي، ده أنا كنت هزعل قوي على الخطة لو ما كناش لقينا العملية. وأنا كمان بابي. بابي هي ايه العملية اللي هنعملها الليلة؟ احنا هنخطف كلب. كلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السادة المسؤولين بمكتب الصحة، نحيط علم سيادتكم أن لدينا مشكلة كبيرة، ألا وهي تلوث البيئة. بالراحة شوية، مش لحق أكتب. حاضر. فعندنا في الحارة مكان مهجور توضع فيه القمامة، وهذا يسبب لنا أضرار كثير. ها وبعدين؟ فمن الناحية الصحية القمامة تكون سبب في كثرة الحشرات والأمراض الخطيرة. طيب وإحنا مالنا بالموضوع ده؟ مالنا إزاي يا زيزي؟ لو كل واحد قال أنا مالي مفيش حاجة هتتعمل. أنا قصدي يعني إن الزبالة دي في الخرابة، والخرابة بعيد عننا. يا زيزي يا حبيبتي، دي في حارتنا، يعني مش بعيد عننا ولا حاجة. يعني مش كل واحد يقول وأنا مالي، صح؟ صح جداً.